بعد 15 عاماً على الاحتلال، ما هي ارتدادات تلك الحرب على العراق والمجتمع الدولي؟ مؤكد نتائج هذه الحرب على العراق كارثية. اليوم بعد 15 عام هناك مشاكل كبرى على الصعيد الاجتماعي الأخلاقي الحقوقي، هناك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان على العكس تماما لما ادعته الإدارة الأمريكية بأنها ستنقل أو ستبني نظاما ديمقراطيا في العراق، لكن اللي حصل أننا اليوم أمام نظام تقود أو تحتكر السلطة في مجموعة من الأحزاب اليمينية الفاشية المتطرفة المذهبية، هي ليست أحزاب سياسية بقدر ما هي أحزاب دعوية مذهبية. نحن اليوم أمام كارثة اقتصادية مالية، ديون العراق أكثر من 133 مليار دولار، العجز المالي 100 مليار دولار، الدمار الشامل اللي حصل بسبب الحروب الوقائية على الإرهاب اللي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية أو الحرب على الإرهاب داعش أو غيرها، اليوم يكلف أكثر من 300 مليار دولار. وأمام هذا العجز نجد أن مستقبل العراق على الصعيد المالي والاقتصادي كارثي. عدد النازحين اليوم أكثر من 1.5 مليون نازح ما زالوا في المخيمات يعيشون ظروف لا إنسانية قاسية، هناك تقريبا 4 ملايين إنسان هجروا من العراق إلى 64 دولة بالعالم، وأيضا يعانون من ظروف قاسية، هناك 5 ملايين طفل وفق اليونيسيف معرضة حياتهم للخطر بسبب هذه الحروب، هناك 5.5 ملايين طفل يتيم بسبب هذه الحروب، هناك 2 مليون أرملة. كل هذه كوارث اجتماعية. اليوم العراق يستورد أكثر من 92% من غذائه بسبب التوقف الشامل في استصلاح الأرض أو الإنتاج الزراعي. اليوم العراق لا يزرع أكثر من 11 مليون دونم، وكان يزرع أكثر من 48 مليون دونم قبل 2003 وكان هناك اكتفاء غذائي. المصانع في العراق هناك أكثر من 13320 مصنع لا تعمل اليوم من 2003 اليوم بسبب الدمار أو النهب أو نقلها إلى دول الجوار أو تهريب هذه التكنولوجيات. إذن هذا النظام الذي لا يجيد إدارة الدولة، لا توجد خبرة عند هذه الأحزاب في إدارة الدولة ومؤسسات الدولة الاقتصادية عبر استراتيجيات للتنمية الشاملة المستدامة، نقل العراق إلى هذه الكارثة. اليوم الصراع اللي موجود على سبيل المثال في هذه الانتخابات هو صراع على المصالح والمناصب والثروات، الفساد المالي يا سيدي الكريم، نتذكر تصريحات السيد عادل عبد المهدي وزير النفط، هو يقول أن هناك 850 مليار دولار أنفقت من 2003 إلى 2015 ولا نعلم أين ذهبت. العراق يحتاج اليوم إلى 1.5 مليون وحدة سكنية. إذن هناك كارثة. أخير رقم كارثي يا سيدي الكريم، هناك 3.3 ملايين إنسان يعيشون في العشوائيات، وهناك 3.3 مليون إنسان قتل من الحرب العراقية الإيرانية حتى اليوم. هذه مآسي اجتماعية بسبب الحروب والدمار، بسبب انعدام القدرة على إعادة البناء، إدارة الدولة، إدارة الاقتصاد، إدارة المجتمع، التعليم العالي يعاني من انهيارات كبيرة خطيرة، التربية كذلك نحتاج أكثر من 11 ألف مدرسة، المدارس في العراق وضعها كارثي، الصحة في العراق أكثر من 39 وباء اليوم ينتشر في العراق. إذن لا يوجد شيء في العراق ممكن الحديث عن تقدم أو تطور أو ازدهار أو طيب نمو دكتور غازي. من 2003 اليوم فقط يمكن الحديث عن دمار وتخريب وتفكيك للمجتمع ولمؤسسات الدولة، كل هذا الذي لانعدام الأمن والاستقرار.